باهي اليوم حبيت نعملكم هكا فيديو مختلف، فيديو شوية هكا على التنظيم والترتيب والتخميل هكا. الفريجيدير هذايا عنده توا قريب جمعة، كيف ما هكا ما انت ما نظمتوش بالكدا، ما ركحتوش بالباهي. ما بعدنا شوفوا نشوفوا كيفاه ننظموه بطريقة تكون ملائمة وباهية. نعطيكم افكار وانتم عجبوكم تطبقوهم، ما عجبوكمش ما تطبقوهمش. نشوفوا لهنا المحله نظيف مش برشا. المهم شنو ما كيفاش نغسل الفريجيدير متاعي، كيفاش نظفه، كيفاش نرتبه بالكدا. قضيت امبارح اغزروا من السوق هذوك قضيه تغزر فوق بعض، لازم هذوما كل ننظمهم. اول حاجه نبداو بها نفرغوا الفريجيدير نتاعنا. توا لهنا باش نوريكم المسحوق، مش مسحوق، الخلطه اللي باش نغسلوا بها. اول حاجه كميه من الكربونات غرفه هكا تكون باهية مغموره. ناخذوا الصابون السائل اللي انتم تغسلوا به الماعون، كمية تكون باهية تراغيلكم بالقدي. عليهم شوية خل، شوفوا كل فوران محلي، هذاك التفاعل بين الخل والكربونات وهكيكا. تو هذوما باش نخلطوهم بشوية بشوية بهذا خليط متاعنا. خلينا شوية وقت هكا يتعدى حتى لين يتنحك الفوران. هنا خليط بانو، انتوما تنجموا تحطوا في البانو متاعكم في بيت البانو، ولا كيف ما هكا يكون بانو وحده. به الخليط متاعنا هذا راهو مركز على الاخر، هذاك علاش نحطوا كمية اللي حاشتنا بها. بالكمية هذيك تو باش نخففها بالماء. بهذيا بسم الله كيف ما هكا خففتها، باش نحطو فيها هذوما نتاع الفريجيدير، باش نبداو نغسلو فيهم بالوحدة بالوحدة بشوية بشوية. توا هذي الفريجيدير نتاعنا بعد ما خرجنا منه كل شيء، هذوكم البلاستيكات حطيتهم نغسل فيهم. نوريكم على قريب، اوزرو كيفاش التراكن كيفاش يتعاملو. شفتوهم به توا الخليط اللي عملته معاكم، نوريكم كيفاش هذا الكل ينحيهولنا ويردهولنا يلمع لمعه. به ننصحكم العمليه هذه تعملوها مره كل 3 شهور، كل شهر، اغلب معناتها اقصى تحديد كل 3 شهور، اما مره في الشهر مره في جمعتين انت والظروف نتاعك. به نبداو مع بعضنا نغسلو، نبداو بهذايا. شفتوا البلاستيك هذا؟ راهو هذا هو العازل ما بين الفريجيدير من داخل وما بين البرة، معناتها كي يبدا نظيف، وهذا المراه برشا تربه كي يبدا نظيف. نتاكدوا اول حاجه الفريجيدير نتاعنا يكون يبرد بالقدا وما يدخل حتى شيء لداخل، وبعد بشويه بشويه الباب وندخلوا من داخل. نحاولوا التراكن كل ننصفوهم قد ما احنا نجمو. او توا يا سيدي يا بن سيدي، ترا تا تن 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 تن، اش قاولكم؟ فك النظافة والعفيفة واللقة، نحلوه، نوصل، بسم الله، اش قاولكم؟ وين كنا وين أصبحنا؟ نحبكم تركزوا على التفاصيل الكل، كيفاش كل شيء تنحى. قعدت حتى شيء، عرفتوا كل شيء ما غير لا برشا حكين لا حتى شيء. حاسيلو تحط البرودوي، الخلطه مش البرودوي، نحطوك الخلطه نتاعنا العزيزه الغالي ذيكا، ونحكوها هكا شويه منا شويه من غادي، تاك تاك. ها كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، وهكا تضمن انه الفريجيدير نتاعك يخدم بالكدا، يطول معاك، معناتها يقعد اكثر مده، الماكله نتاعك ما تعدمش لا حتى شيء. به
تو باش نجيبو لي تاجيريت هذوكم كي العاده ونركبوهم. تسمعوا كل الارم نوريكم توا. فوالا بعد ما مسحتو نظفتو شفتو يلمع لمعه. بي توا نعدو السخانه والبروده نتاعو. حطيتو توا نحطوه كيف ما هكا يبدا. ما تنسيوش ديما كي يدخل الصيف عدلوه وكي يدخل الشتاء تعدلو السخانه نتاع الفريجيدير نتاعكم، السخانه والبروده معناتها. به توا هذايا باش نعمروه بالحاجات اللي عندنا. به بالنسبه للعظم عندي الوحده هذيك اللي نحطوا فيها قداش من كعبه، اللي عندي كبيره تحط فيها بلاتو كامل 30، اما ماهيش براتيك الحق نتاع ربي معناتها. كي باش نجي هكا نمد كعيبه عظم يحب لي هكا مده حل بصراحه. هذاك علاش قيت انه ناخذ هكا كربي صغيرونه نحط فيها كعيبات العظم نتاعي كيف ما هكا، حاجه سهيله وبراتيك على الاخر. على خاطر بصراحه انا نشوف اللي نلوج على حاجه اللي تتناسق معايا وتسهل لي حياتي، مش تزيد بصراحه تعقدها لي وتعبني هكا وها ومدها ورجعها. هذيك علاش ثم برشا حاجات نتاع ديكوراسيون نتاع تنظيم شخصيا نحسهم اللي هما ما همش مناسبين ليلي، نختار نبدل انا وكهو عماما لهنا. هذوما الدبابس نحط فيهم انا كيف ما هكا دبوسه نعملها للماء، ناخذ دبوسه كبيره نتاع ماء ونصبها كيكة تبدلي اسهل هكا في الفريجيدير، ولا نجم حتى نخليها لبرا كل مره كيفاش. المهم ناخذ دبوسه الكبيره تكون لي اقتصاديه خير. ناخذ لهنا جو، يا اما ناخذو كيف ما هكا ولا قداش من مره ناخذ هذيك اللي تخلط عرفتوه على ما بنو بصراحه نحبو متعليم كيف ما هكا. وهذوما نحطهم مع بعضهم في الفريجيدير. باهي هذايا العنب كيف وكيف الغله الكل والخضروات الكليكا، نغسلهم الكلهم بالماء والخل بالقدا بالقدا. فيما يخص العنب هذوما راني امبارح امبارح لهنا ثم سوق، مشيت للسوق قضيت نحكي لكم قضيت من السوق وروحت غسلتهم وحطيتهم يستقطروا. باهي والقلوب والعنب راني نحيه من العنقود نتاعو، نحبوا هكا خاطر البنات الصغار باش ينجموا يحطوا ديريكتومون في فمهم. لهنا بعد ما نعبي كان عندكم اللي معناتها صحفه ولا حاجه من المستحسن يكون بالار وتتسكر في بيها فحبه ذي. لو كان ما عندكمش تعملوا بالطريقه هذه هكا تستحفظوا عليهم اكثر وتخليه شوية على برا. هذيك تستعملها ديما معناتها، وهذيا باش يقعد معناتها فرشك، وهذيا باش نحطها في وحدها في صحفة أخرى باش ديما تبدأ موجودة بحذاء يديهم معناتها. فوالا كيف ما هكا، وهذيا تبدأ متغطية زادة. اما هذه اللي نبداو بها معناتها تبدا سهيله قدامهم، او كنبدا قاسمتهم باش ما تفسدليش الكميه كامله معناتها. فيما يخص الغلال متاعي راني نغسلهم بالقدا ونقصهم براج براج ونحطهم كيف ما هكاك في صحن كبير ونغطيهم بالطريقه هذه، حسيتها اللي هي اسهل لي وتساعدني هكا مع الصغيرات وكل شيء ديما قدام عينيهم ينجموا ياكلوا بالقدا بالقدا الغله. ما نعرفش طريقه صحيحه والا غلطه، اما فيما يخصني مساعدتني بالكدا بالكدا. انتوما فيما معناتها كان عندكم كميه كبيره نتاع غله اكيد ما تقصوش هكا باش ما تهلكلكمش في سافيسه، وكان عندكم صغيرات ولا انتوما تخدموا ولا حاجه طريقه هذه باهيه بالكدا، تبدا قدامهم ديما الغله وينجموا ديما ياكلوا في اي وقت، وانتوما بيتكم حتى ما تنسيوش معناتها وديما تمدوا لهم.
لهنا فيما يخص ترتيب الفريجيدير، كل واحد يرتب حسب الرغبة نتاعو وحسب الأسهل اللي له هو. فيما يخص البرودة راهي من اللوطة، معناتها انتم الحاجات تحبهم تصبر أكثر تحطوهم من اللوطة، كيما الجبونات وكل أكثرية يحطوهم من اللوطة. فيما يخص يعني نحط من هنا الحاجات الأسهل لصغاري خاطرهم صغار، معناتها الرف هذايا هو اللي أكثر حاجة يمسوها ويستعملوها، نحط لهم اليوم هما الحاجات اللي نحبهم ديما يمسوهم وينجموا ياكلوهم وكل شيء. كيما لهنا الغلال، به لهنا فيما يخص هذوما الخضروات، الأخضر نتاعنا هذايا كي تمشوا للسوق كيفاش مشترى ديما هكا يبخبخ بالماء فيهم، علاش باش يبداو يقعدوا ديما فرشكين، هذاك علاش ناخذ تنجم تحطهم هكا كلهم في كيس نتاع ماء، ناخذ كيف ما هكا بابي ونحط لهم الماء من لوطا للكل كيف ما هكا، وتستحفظ بيهم يقعدوا معاك يصبروا معاك. معناتها حتى الليتو لهنا، حتى الليتو زيدا كيف كيف بنفس الطريقه، نحطوا له هذه هكا ملوطه ونخليوه زيدا كيف كيف يصبر معانا هذو ما هكا، معناتها البوكي الاخضر هذايا يصبر معانا هكاك. تحطوهم هكاك خير باش اسهل بعد كي تجي وتعملوهم. هذوما بصراحة انا نعطي راني الشوكولاتة، معنتها مانيش ضد نعطي صغاري الشوكولاتة، ما نعرفش لهنا انتم كل واحد حر. باه فيما يخص التمتوم، بنتي تقول تمتوم، نحطو هكا، نحطو شويه زيت، نحطو الطماطم نتاعنا. لو كنت تحب تعملها وحدك في الدار ولا تشريها ولا اي حاجه بنفس الطريقه كيف هكا تستحفظ بها تقعد معاك بالقدي بالقدي. ولهنا زاده كيف كيف تحطو لها شويه زيت من فوق، وكل وين تحسوه نقص الزيت على خاطر بطبيعتك انت كي باش تستعملها باش تهز بالمغرفه، كل وين تحس الزيت نقص تزيدها شويه زيت من فوق هكاك تضمنها هي تقعد معاك بالقدي بالقدي. الحاجات اللي كيف ما هكا نحطو اللي انا نحب نبعدهم، معناتها نحطهم من فوق كيما العظم كيما الحلوى لهنا، شوكولاتة حلوة أخرى هذه الرفيقة متاعنا الكوكا. به لهنا فيما يخص الحليب نخليه في البيب وفي الباكو على خاطر باكو حليب ميشدنيش نهار، معناتها عندي زوج صغار يشربوا اللهم صل يعني بيه برشا حليب، هذاك علاش ما يقلقش. لهنا الزبدة والمارغرين متاعي نحطهم هكا من الفوق ونحط معاهم شوكولاتة ختيني. هذوما حتى كان الحرارة خاطر نتاعهم شفت اللي لهنا في الباب الكليكا، هذوما كلهم الحرارة ماهيش ثابتة عندهم، معناتها هذوما كان تنقص سخانة ولا تزيد ما يقلقوش ما عدا الحليب، أما الحليب على خاطر ما يقعد ليش. هذوما فيما يخصكم لو كان الحليب يقعد معاكم برشا من المستحسن تحطوه لداخل وتنجموا تحطوه حتى في حاجة بالنار. به لهنا نحط الياغورت الطبيعي، هنا اللي غرتي شدني هذاك علاش نحطو هكاكا لداخل. توا باش نحطو الهريسة العربي نتاعنا وهذيك الطماطم نتاعنا. لهنا فيما يخص الخضرة نتاعي هذوما الكلهم تقريبا كل هذوما باش نعملهم راني ترشي، هذوما نخليوهم باش نعملو بيهم الفيديو نتاع الترشي ان شاء الله. هكا نحاولوا نحطوهم في كوربي يكونوا مزيانين هكا محليهم باش ديما تحس لي اول حاجه تعرف شنو عندك وما عندكش، وديما هكا حاجه مزيانه وحدها تبدا بصراحه.
وهذوما بتنجانات نتاعنا، هذوما الفلفل والطماطم، وهذوكم كيف ما هكا، وزدت معاهم شويه فلفل نتاع محشي، تاع محشي صغيرونين هكيكا. وتوا هذوما زيد نحطوهم في الفريجيدير. فوالا كيف ما هكا كملنا، حضرنا الفريجيدير نتاعنا، ركحناه، نظمناه، والخضرة راني نحطها هكيكا ما نحطهاش خديكا باللوطاني الحق، هكا نحسها خير ازين واسهل لي. وكيما قلت لكم نظم فريجيديري حسب الاسهل لي لي اني ولعائلتي. ان شاء الله تعجبكم هكا معناتها التنويع هذايا، وكان عجبكم فيديوهات كيف هكا نزيدكم اكثر، وكهو ان شاء الله في وصفه اخرى مش في وصفه اخرى، ان شاء الله نتقابلوا على خير وفي صحه وعافيه، وباي باي.